مشروع المركب الثقافي لمدينة قنيطرة هو مشروع غني عن التعريف، معروفة بالثقافة والسينما والمسرح، واليوم افتقدت واحد العدد المباني اللي كانوا مكلفين هاد لي زاكتيفيتي كولتوريل. هذه السنوات الأخيرة عرف المشروع ديال المركب الثقافي والمسرح مدينة قنيطرة الإنجاز ديالو، وهو مبنى موجود في قلب المدينة، يعني عنده واحد الخصوصيات اللي هي مهمة. صافي دير بان بالنسبة للشباب اللي غيجيو يلجوا هذا المبنى هذا ما يكونش عندهم واحد التعب ديال التنقل، يعني والمبنى جا في شارع محمد الخامس، يعني اون بلان سونتر فيل، وغياخذ واحد القيمة ديالو لأنه متواجد جنب بنك المغرب. بنك المغرب هي البناية المعروفة في جميع المدن المغربية، اللي بيان سور القيمة ديالها التاريخية والقيمة ديالها او نيفو فونكسيونمون بالنسبة لي زاكتيفيتي ديال الأبناك. المشروع اليوم وصل لواحد لوستاد ديال الإنجاز، يعني كملنا الإنجاز ديال لي كروزوف كلهم 100%، كملنا لي شاربونت ميتاليك حتى هما، وكملنا لي كليماتيزاسيون و لي فلويد اون جينيرال بلومبري، وكملنا تقريبا واحد 80-90% الالكتريسيتي. وعندنا لي زوتر لو، يعني اللي هما كاينين موجودين معنا، الشركات موجودين معنا. ودابا حنايا في لافاز فينال، يعني عندنا جوج ديال الامور اللي هما خدامين فيهم دابا، هما ديفينيسيون اي لي فاساد. لي فاساد كما كتعكي ما كيعرف الجميع، هاد الفتره هذه يعني ما بعد نقولوا حنايا ما بعد كورونا، الاثمنه ديال المواد الاوليه ارتفعت كثير، لدرجه ان الشركات اللي هما عندهم يعني مشاريع ما استطاعوش ينفذوا يعني الواجبات ديالهم بما يعني عندهم في لي كونطرا ديالهم. دونك اوتوماتيكمون كاين عندنا واحد الاشكال في هاد الايام، مثل جميع المشاريع اللي هي في المغرب ولا في دول اخرى، ان الشركات سواء كيتسنى واحد شويه ان الأزمنة ترجع شويه لليتا نورمال باش يقدروا ينفذوا هاد لي زونغاجمون ديالهم، سينو غيكون عندهم خسائر كبيره في الانجاز، وما يكونش عندهم الربح في الشركه. كنعرفوا حنا الا ما عندهاش ربح حركه كتضطر تلقى حلول اخرى باش ننجز هاد المشاريع. حنا ما يمكنش لينا نتراجعوا في لاكاليتي ديال لي برودوي، لان هاد لي برودوي ديجا حنايا تم الاختيار ديالهم، و نورمالمون خصنا غير ندوزو ليكزيكيسيون ديالهم باش نفيناليزيو المشروع. المشروع كما عرفتوا كثر عليه القيل والقال، لانه مشروع مهم بالمدينه والناس في المدينه كيتسناو هذا المشروع بفارغ الصبر. ولكن هاد الظروف هذه اللي كنشوفوها كامله اللي وقع فيها المشروع اثرت عليه على الديلي ديالو، يعني حتى حنا بنفسنا راه كنتمناو واحد النهار نكملوا الانجاز ديالو ونقدموه للساكنه باش يستعملوه، ولكن هاد الظروف هذه اللي هي ظروف يعني قاهره شويه اثرت على الديلي. مي كنوعدوا الجميع بان ان شاء الله حنا باقي عندنا الصبر باش نكملوا ان شاء الله هذا المشروع في اقرب وقت ان شاء الله.